بسم الله. شوفوا يا ابطال. اهلا وسهلا فيكم يا ابطال كربوش تي في، ورجعت لكم بفيديو جديد وحلقه جديده في سلسله اصوات الاكل الحقيقيه، وانا كلش متحمس يا ابطال مثل ما كنتم شايفين. اليوم تحدينا 4 لفات جرس عراقي. عراقي اصلي يا ابطال، هاي الجرس اصليه. وطبعا يا ابطال هنا عندنا عنبة عراقية، وهنا عندنا يا ابطال بصل وطماطم، وعندنا هنا يا ابطال طوش احمر، وعندنا هنا يا ابطال زيتون ومخلل ثوم. طبعا يا ابطال لا تنسوا تحطوا سماعات الاذنين تطلع الصوت خرافي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهذا يا ابطال مخلل طوشي احمر، يعني طوشي احمر عراقي. وهذه أبطال كتشب. هذا مخلل، مخلل أصفر. أول شي يا أبطال هنبدأ بالعنبة. بسم الله. أذوق العنبة العراقي. تمام، الطعم خيالي خيالي. راح عنده كثة السم ثوم ما
مغلف ثوم. كنا بيش محمد ليث شوفوا يا أبطال شوفوا شوفوا بسم الله يا أبطال الطعام من ألف ليلة وليلة من ألف ليلة وليلة بسم الله يا أبطال عندك
الابطال راح نبلش بالقصة الثالثة، بس ما راح نطلع اي مكونات احسن. هاي تشوفوا الباب، شوف يا ابطال اكو بداخل هاي قص عراقي اصلي. راح نحط لها عمبة عمبة عمبة. رهبا وقبل أن تدع حالي، بسم الله رح نحطها أول شي ويا كتشب. شوف يا أبطال الكتشب، شوف يا أبطال you
بسم الله. بسم الله. انسحب انسحب يا ابطال. حانسحب. ولهون يا ابطال غابوش دي بي بيقول خلاص الفيديو اليوم. اتعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغط زر اللايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين. والسلام عليكم. باي.